ركزوا لي على الشاشة بلا زحمة عليكم جماعة. طيب السؤال الأول، هؤلاء القادة، ما هي الصفات الرئيسية المشتركة بين هؤلاء القادة برأيكم؟ نحتاج إلى إجابات من الشباب. تفضلي في مايك، تفضلي إذا بلكي نسمعك. السلطة أولا. طيب صفات الأخرى. نعم نعم، المال. نعم كلهم تمام. يا الله، يلا نغير السؤال إلى 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 سؤال آخر. طيب نغير السؤال. السؤال الآن، كم النسبة من هؤلاء القادة يؤمنون بتعزيز جانب النفسي وأهميتها في القيادة برأيكم؟ يعني يعطونا نسب أرقام. يعني السؤال، كم نسبة هؤلاء القادة، ليسوا هؤلاء، كل القادة سواء قادة الدول، قادة المشاريع، رواد أعمال، كم نسب منهم اللي يؤمن بتعزيز جانب النفسي وأهمية جانب النفسي في القيادة؟ يعطوني النسب يا الله، يعني اللي يجي من بالك إذا عندك إخصائية معينة. أوكي نعم نعم، 10. نعم 10%. نعم بعد، هذا كم؟ 3%، ليس 3/10. توكل على الله. يلا بعد. نعم 100% يؤمنون بدعم جانب النفسي هؤلاء كلهم، وكل القادة، ليس هؤلاء، قصدي كل القادة، يعني خلينا نرجع للسلايد الأول، كل القادة وليس هؤلاء. آخر مشاركة إذا وجدت هنا، ما في أستاذة كنت ترغبين. طيب يا الله، نأتي إلى الأبحاث. أهمية الدعم النفسي للقائد نفسه أولا، وبعدين للمشاركين أو الموظفين الذي معه أو الأتباع الذين معه. يوجد أبحاث كثيرة، هذا مختصر الأبحاث الذين ترونه الآن. تقريبا من بين، يتراوح النسب بين 65 إلى 80% من القادة الجيدين. ركزوا لي على كلمة جيد، 65 إلى 80% من قادة جيدين يؤمنون بأهمية الدعم النفسي وجانب النفسي وتفهمهم لأنفسهم في موضوع القيادة، في موضوع القيادة والتعامل مع الأتباع ومع المهمة وإلى ما شابه. هذا هو الإحصائية. طيب موضوعها، الموضوعنا اللي احنا نتحدث عليه عنه اليوم، كيف جاءت هذا الموضوع؟ طبعا في 2019 انا بدات كتابه هذا الموضوع، يعني خطوط عريضه كتبته بعد ما كملت دراسه دكتوراه في الطب النفسي، ويعني اخذ المحاضرات ودورات من قادتنا واساتذتنا مثل الدكتور طارق سويدان واخرين. يعني تشكل عندي انه لازم يكون مراحل النمو النفسي لدى القادة. شلون يكون مراحل النمو النفسي للأتباع، يكون للقادة، للناس يكون للقادة أيضا. وهذا استلهمته من أحد علماء الدنماركيين اسمه إريك إريكسون، ممكن بعدين ترجعوا له. هو قسم مراحل نمو الإنسان إلى 8 مراحل رئيسية، من بداية الطفولة إلى نهاية الشيخوخة، وفصل في كل مرحلة أهمية هذه المرحلة، وإذا تخطاها كيف يتخطاها، وإذا ما تخطاها شنو راح يصير. فخلال تجربتي وقراءتي واستلهامي من هذه النظرية، يعني بدأت بتقسيم أدوار مراحل النمو النفسي للقادة، وسويت نموذج من 4 مراحل. فاليوم نتكلم عن 4 مراحل، ولكن بشكل سريع، لأنه يحتاج إذا نعطيها دورة يحتاج إلى 15 ساعة دورة، ولكن اليوم نعطيها خلال ساعة مختصر المفيد لكم حتى تستفيدوا في أعمالكم إن شاء الله. طيب المرحلة الأولى يكون مرحلة الطفولة، طبعاً نشرحها بعدين. والمرحلة الثانية شنو راح يكون برأيكم بعد الطفولة؟ مكتوب؟ مراهقة، ممتاز. بعد المراهقة شباب، بعد الشباب موجود في أول سلايد من الشرائح، الرشد. يوجد آخر مرحلة، هو ليس أخي آخر مرحلة صراحة، يوجد مرحلة أخرى بعد مرحلة الرشد، ولكن أنا ألغيته في هذه المحاضرة حتى أستطيع أن أتغطى كل المحاضرة. فيوجد مرحلة الاستخلاف
بعد الرشد، ولكن أنا أكتفي بهذه المراحل الأربعة. طيب، إذا تشوفوا لي على الشاشة، كلما زاد وعي الذاتي للقائد كلما زاد النمو، كلما زاد وعي الذاتي يعني يعي بنفسه وخصائصه وقدراته، القائد يزيد النمو ويتسارع في النمو. هذا أولا. طيب، طبعا في كل مرحلة نتكلم على خمس أشياء رئيسية، نتكلم عن أهم صفات في هذه المرحلة، ما هي صفات الطفولة والمراهقة والشباب، وأيضا نتكلم عن أهم التحديات التي يواجهها القادة في هذه المرحلة. إذا استطاع القائد أن يتخطى المرحلة بشكل جيد يكون له نتائج إيجابية، إذا لم يفهم القائد المرحلة بشكل جيد يكون له نتائج سلبية. لذا نتكلم عن نتائج إيجابية ونتائج سلبية، وأخيرا نعطي أهم النصائح وأهم الأشياء المهمة لكي يتخطى القائد هذه المرحلة بنجاح وبشكل متفوق. طيب، هذا الباركورد إذا تسمحوا لي صوروها عندكم، اللي عنده إلمام وعنده رغبة في مشاركة في أكاديمية تأهيل القادة اللي احنا إن شاء الله ننطلقها خلال السنة القادمة، شركة الرواد العالمي فيها استمارة، تملأ الاستمارة اسمك ورقم وإيميلك، حتى إذا عندك رغبة في المشاركة نتصل بك بعد ما إن شاء الله نطلق المبادرة أو الأكاديمية. هذا هو. طيب، نرجع لموضوعنا مراحل النمو النفسي، نعطي بعض الملاحظات. أولاً، هذه الصفات الذي نشرحها اليوم ليس له علاقة بالقائد السيء أو القائد الجيد، ليس له علاقة، لأنه هذا صفات عامة نشرحها، ليس له يعني علاقة مباشرة إنه هذا قائد سيء أو جيد. الشغلة الثانية مهمة، يشترط التدرج فيها، يعني تدرج من مرحلة الطفولة إلى المراهقة ثم إلى الشباب ثم إلى الرشد، ولكن ليس بالضرورة سن معين أو سنة معينة نقول ما دام الفلان عمره 25 سنة فمعناته إنه في مرحلة المراهقة، أو ما دام فلان عمره 50 سنة ففي مرحلة الرشد. لا، ممكن يوجد قائد يقود مشروعه عمره 50 سنة ولا يزال في مرحلة المراهقة. وفي قادة الدول أمثلة كثيرة، لولا الكاميرات لا أعطيتكم كثيرة جدا يعني بالتفاصيل، بس لولا الكاميرات. طيب، وفي قادة المشاريع موجودة، نعطيكم بعض الأمثلة بعدين. وممكن يكون شاب عمره 25 سنة مثل أسامة بن زيد 21 سنة، أو بعض الأقوال يقولون 17 سنة، وقاد جيشا كبيرا كان فيه عمر وأبو بكر، صحيح؟ فليس له علاقة بالعمر المحدد، له علاقة بالنضج، هل ينضج هذا الشخص أو لا؟ المشاركة بعدين إن شاء الله. طيب، فهذا هو القصد. الشغلة الأخرى، غالبية الخصائص ستكون في مرحلة واحدة. ما معنى ذلك؟ ممكن لما نشرح الصفات واحد يشوف نفسه أو يشوف أشخاص اللي حواليه أنه في مرحلة طفولة وعنده صفات في مرحلة المراهقة، هذا طبيعي جدا، وخاصة في أمور النفسية ليس هناك خط فاصل نقول إذا مريت من هنا وذهبت إلى هناك فأنت تعديت الخط. لا لا لا، في مواضيع نفسية لا يوجد خط فاصل، يوجد خطوط عريضة وفي تشابك بين المرحلتين عادة. لذا ممكن يكون عندك صفات في بعض المرحلة ويكون عندك بعض الصفات في مرحلة اللي يلي التالي. طيب، نأتي إلى مرحلة الطفولة. طبعا أنتم تدرون أن الطفل عادة صفات الطفل يحب الاستكشاف، صحيح؟ ويحب أن يتعلم ويتعلم بسرعة، هذه هو الصفات الرئيسية للطفل. يعني كل طفل لما تشوفوه يحب يكتشف ويسوي تجارب جديدة، لذا القادة في هذه المرحلة يحبون الاكتشاف وتجارب جديدة ويحبون التعلم، لذا يتعلمون، ولكن ليس بالضرورة بعد مع التعلم يستطيعون الضبط. ما معنى الضبط؟ يعني ممكن يتعلم ولكن ينسى. ليه؟ لأنه تجارب متكررة راح يأتي وممكن يخطئ يعني نفس الخطأ في مراحل أخرى أو في أشياء أخرى. صفة أخرى، العفو، هو حماسه العالي، لديه حماس عالي يستطيع أن يعمل كل شيء، لذا هذا يؤدي إلى اتخاذ القرارات بسرعة، وسبب هذا ممكن يرجع إلى عدم قدرة على التحليل أو قلة التحليل في المواضيع اللي يسويها. ليش؟ لأنه ما عنده قدرة تحليلية قوية، لذا يقرر قرارات سريعة وممكن يخطئ. طيب، فهذا هو أحد الصفات هذه المرحلة.
أيضا يحب السيطرة، مايكرو مانجمنت احنا نسميه، يعني يتدخل في صغير الأمر وكبيره في كل الأمور وخاصة في البداية. ممكن هذا يكون في بداية المشاريع طبيعي جدا، لأنه شخص هو يقود المشروع، ممكن يكون هو لوحده أو شخص آخر معه، ولكن مع تطور المشروع لا يستطيع كل واحد أنه يعمل كل شيء بنفسه ويدقق على كل شيء بنفسه، فهذا يكون صعب جدا. طيب، أهم التحديات في هذه المرحلة التي يواجه القائد، ما هي التحديات الرئيسية؟ ثلاث تحديات احنا سوينا لكم. اولا تحدي التحليل، عنده مشكلة كما قلت في التحليل المشاريع، تحليل المخاطر اللي يأتي، حتى تحليل الأخطاء اللي هو سواها من قبل، ما يقدر يحللها ويستفيد من عنده ويعمل عليها قرارات جيدة للمستقبل. لذا بعد ذلك عنده مشكلة في القرارات، قراراته مرات يكون قرارات ضعيفة، لذا هذا أهم التحديات الذي يواجه القادة في هذه المرحلة. أيضا يحب الفردية مرات، من كثرة القرارات ومن كثرة قلة التحليل اللي عنده يحب الفردانية والتسلط، وما يحب التشاور كثيرا. طيب، الآن عندنا فيديو، إذا جماعة يساعدونا نعطيكم أمثلة على، طبعا هذا الفيديو سويناها بمساعدة شات جي بي تي، أعطيناها بالصوت. في مرحلة الطفولة القيادية الصوت ممكن فيها مش توجهات قيادية كبيرة، لكنه يتسم بالحماس العاطفي والاندفاع في اتخاذ القرارات. أنا شيف زد، على سبيل المثال أيلون ماسك في بداياته مع شركة زد في أوائل العشرينيات من عمره أطلق منصته الأولى لتقديم أدلة بدري عبر الإنترنت. كان ماسك مليئا بالحماس، ولكنه اتخذ قرارات سريعة دون التحقق الكامل من جدواها، كما كان يسعى للسيطرة الكاملة على جميع جوانب الشركة من تطوير المنتجات إلى العمليات الإدارية. رغم الاندفاع كان يفتقر إلى الخبرة اللازمة، مما أدى إلى تحديات مع شركائه والمستثمرين. رغم التحديات تعلم ماسك من أخطائه، بعد بيع زبتة استفاد من هذه التجارة في مشاريعه المستقبلية مثل بيبر وتسلا. القيادة في هذه المرحلة مليئة بالطموح، لكنها تحتاج إلى التوازن والخبرة لتحقيق النجاح المستدام. طيب، شكرا. طيب، فالمثال كان على إيلون ماسك في بداية زد 2. من قرأ مشروع زد 2 لإيلون ماسك من قبل؟ قبل بداية إكس وتسلا كان له مشروع، هذا المشروع إنه يخلي بها للسياح الذين يريدون أن يزوروا أماكن عدة، خلى لهم هذا المشروع حتى يستفيدوا من خلال الإنترنت في بداية التسعينيات. طبعا ما فشل في هذا المشروع، ترى لا ترون أن أي قائد ما دام في مرحلة الطفولة يعني ممكن يفشل، لا لا، نحن نتكلم عن صفات النفسية اللي ممكن يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين. هو نجح في هذا المشروع، ولكن كان تسلط، يتسلط على كل شيء، حتى أبعدوه من مدير التنفيذ للشركة وإجوا بمدير تنفيذ جديد، وبعدين طلع من الشركة وباع الشركة لشخص آخر وبدأ في مشروع إكس، وبعدين مشاريعه الأخرى مثل تسلا. ففي هذه المرحلة القائد له هذه التحديات التي شرحناها. طبعا نأتي إلى نتائج إيجابية إذا قائد وعى أنه في هذه المرحلة كيف يتخطى، ما هي التحديات، هل يتعلم من تجاربه، ممكن يكون له يتعلم سريعا، وهذا التعلم يؤدي إلى إبداع وتوليد أفكار جديدة، يكون له إبداعات ويشارك في إبداع في مؤسسته، حتى يبدع في طريقة تعامله مع المشاركين، مع الأتباع أو مع الموظفين، حتى يبدع في طريقة العرض مثل ستيف جوبز لما عرض آيفون لأول مرة أو ثاني مرة، كان عرضه يعني عرض إبداعي، الناس كله انبهر بهذا الموضوع لأنه كان يعني عمل على موضوع الإبداع. طيب، النتائج السلبية إذا لم يعي القائد هذه المرحلة، طبعا يعيد تكرار الخطأ، وهذا من قلة الخبرة أو قلة التحليل مثل ما قلنا من قبل. طيب، أيضا عنده مشكلة في ضعف التواصل مع الفريق وفرض السيطرة عليهم، لا زال إيلون ماسك يقولون عنده هذه الحالة، لأنه مرة أنا سمعت إيلون ماسك كان يقول أنا عندي أسبرجر سيندروم. أسبرجر سيندروم هو نوع من نوع التوحد، ولكن الشخص يكون ذكي وعلاقاته العاطفية بالناس قليلة، ولو أنا ما أؤمن بهذا، ممكن هو يقول أنا عندي أسبرجر
حتى يتخطى بعض المشاكل اللي يواجهه. ولكن موضوع العلاقة مع الموظفين والأتباع موضوع جدا مهم وله علاقة مباشرة بنجاح المؤسسة وتطوير المؤسسة في المستقبل. طيب، أهم النصائح في هذه المرحلة، كيف نتخطى هذه المرحلة، كيف نستطيع أن نذهب إلى مرحلة اللي تلي ولكن بخسائر قليلة ونتعلم منه أشياء كثيرة. أولا، حدد قدراتك ومهاراتك القيادية، مثل ما يقول لنا دراكر، بيتر دراكر. من يعرف بيتر دراكر؟ كم واحد؟ ممتاز. اللي ما يعرف بيتر دراكر خلي يعرف بيتر دراكر، هو أحد أساتذة في الإدارة وفي القيادة، عنده كتب كثيرة، ممكن في محاضرات الدكتور اللي شاركوا فيها سمعوا بهذا العالم. عنده كلمة يقول القيادة هي رفع الرؤية الشخص وأداء الشخص إلى مستوى أعلى. كيف نستطيع أن نرفع مستوى الشخص إلى مستوى أعلى؟ خلال تعرف على قدراته ومهاراته وتدريب وثقل مهاراته. لذا من يحب أن يتعلم ما هي مهاراته ممكن يرجع إلى هذا المقياس للدكتور طارق سويدان، مقياس مهاراتك القيادية، يقيم الناس أو ينقسمهم إلى 12 نوعية، وكل نوعية له صفات معينة ودرجات معينة. من تعمل المقياس راح تتعلم أكثر، ممكن ترجع إلى هذا المقياس. طيب، نصيحة ثانية في هذه المرحلة، تعلم منهجية القرارات. سؤال، كم هي نسبة الفشل بسبب عدم وجود منهجية في القرارات في الشركات الناشئة؟ كم هي نسبة فشل المشاريع بسبب سؤال هذا؟ سأعطيكم رقم. كم هي نسبة فشل المشاريع الناشئة بسبب عدم وجود منهجية القرارات برأيكم؟ كل واحد يعطي رقم، يلا. 90، 90، 75. ليش ماكو واحد يقول 37 مثلا، 43.5؟ يعني سوي إبداع. يلا بعد، 40. في أحد الدراسات يصل إلى 50%، هذا اسم البحث إذا تحبون يعني تصورون وترجعون له، اسم البحث يصل إلى 50%. سب أحد أسباب الرئيسية في فشل مشاريع ناشئة قرار. ثاني ما هي؟ يلا سهلة، ليس الثانية بالتسلسل، يعني رقم ثاني. ممتاز. أكو شغلة أخرى مهمة جدا قبل كاش فلو، كاستمر سيرفيس. كاستمر سيرفيس يعني ما معنى كاستمر سيرفيس؟ ها، خدمة العملاء. مشكلة في خدمة العملاء، عندهم مشكلة في خدمة العملاء، ما يجاوبون على السؤال، على الاتصالات، على الإيميلات اللي يجوهم. طيب، شركة تويوتا عندهم منهجية كاملة، أحد المنهجيات اللي يستخدموها هي اسمها 6 سيجما، تحليل البيانات وتحليل التقارير اللي يأتيهم و حتى يصلوا إلى صناعة سيارة، هو نفس السيارة، كامري هو كامري، يعني كورولا هو كامرا، ولكن كورولا هو كورولا، ولكن في مميزات خاصة بهم، عندهم هذه السيستم. طبعا في مشاريع ناشئة لا نحتاج إلى 6 سيجما أو إلى ما شابه، ولكن نحتاج إلى منهجية في القرار. البارحة دكتور طارق سويدان تفضل وتكلم عن أهم 3 محاور، أحد منها في المؤسساتية، ما هي؟ القرار، كيف تقرر، هذا مهم جدا، ضروري جدا نتعلمها. حسب هذا البحث من هارفارد بيزنس ريفيو، أهمية القرارات على أداء القيادة وعلى أداء الموظفين كم بالمئة؟ يقول النسبة 30% يزيد قدرة أداء القيادي وقدرة أداء الموظفين بسبب القرارات. طيب، النصيحة الثالثة، تعرف على أنواع القيادة. الله يخليكم، أكو شغلة اسمها القيادة الموقفية، اكتبوها عندكم، القيادة الموقفية. إذا كان لي وقت في نهاية المحاضرة ذكروني، راح أرجع أشرح لكم بمختصر 5 دقائق ما هي القيادة الموقفية. القيادة الموقفية يعلمك شلون تتعامل مع موظفيك أو مع أتباعك، هذا ضروري جدا نتعلمها. موجود فيديو، موجود دورات موجودة، ممكن ترجعوا له. طيب، التدريب المكثف على أدوار القائد. طيب يلا سؤال، ما هي الأدوار القائد الرئيسية؟ ما هي أدوار القائد الرئيسية؟ دور وليس صفة.
وليس مهارة، دور. يعني لازم على القائد أن يعمل هذا الدور ما دام هو يقود هذا المشروع. تفضل. نعم، التوجيه، بارك الله فيك، هذا أهم واحد من أهم النقاط. نعم، التوجيه. نعم، التنظيم، يعني هذا في الإدارة ولكن ممكن نستفيد منها أكثر في الإدارة، بارك الله فيك. نعم، مشاكل المتعلقة خاصة، بارك الله فيك، المشاعل المتعلقة. ومن بعد؟ تحفيز، بارك الله فيك. تحفيز ينقسم إلى قسمين، تحفيز الفريق وتحفيز نفسك. لا تنسى، سنرجع، لا تنسى نفسك. في قادة يحفزون الأتباع، يحفزون الموظفين، ولكن ينسون أنفسهم. هذه مشكلة. نعم، مشاورة ممكن ندرجها تحت الاتصال أو الكوميونيكيشن. طيب، أدوار القائد 8 ممكن تكتبوها عندكم. أولاً التوجيه، يوجد تفصيل في كتاب الدكتور طارق في الدورات إذا ترحبون. أولاً التوجيه، ثانياً القدوة. نرجع لموضوع القدوة في موضوع آخر في هذه السلايدات بعدين إن شاء الله. القدوة يكون قدوة حسنة لموظفي. ثالثاً يتعلم علم التغيير وعلم الإبداع، يعني يفهم فيها. ثالثاً التوجيه، عفواً، رابعاً التحفيز. خامساً التدريب، يدرب نفسه ويدرب من؟ ليس شرطاً أن هو يدربه، ولكن يعني يسمح لهم فرصة أن يدربه، يدرب الموظفين. وصلنا إلى خامساً، صح؟ سادساً الاتصال، العلاقات، الاتصال والعلاقات بينه وبين موظفي وبين موظفين بينهم أيضاً، موظفين بينهم. سابعاً تدخل في مشاكل المتعلقة، المشاكل المتعلقة وليس مشاكل روتينية يومية بين موظف موظفين، هذا ما سلم على هذا وهذا ما جاوب على هذا، هذا مو مشكلة، بس لا، يعني مشاكل عميقة. ثامناً والذي لم أره في معظم القادة إلا في دكتور طارق سويدان، التمكين. طبعاً رأيناه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد وفلان وفلان، مكنهم. أي من غاب، إذا غاب القائد المشروع يذهب وينطلق ويبدع فيه، لا يحتاج إلى القائد، خلاص مكن، صح؟ أوكي. أرسل أحد الصحابة إلى يمن، من كان اسمه؟ معاذ بن جبل. أرسل معاذ، توفى رسول الله ومعاذ كان في يمن، مكنه، خلاص هذا هو التمكين. طيب، طبعا لا يكون التمكين في تعطيه، أنت عندك بزنس فاميلي، يعني تجارة عائلية وتعطيها لأحد الموظفين، لا، تعطيها لأولادك طبعا. ولكن إذا كان شركة كبيرة ممكن توظف، أو إذا كان مشروع خيري أو شبه خيري فلازم نمكن الآخرين. طيب، خامسا تعلم فن المهارات، التواصل والحوار، هذا ضروري جدا جدا نتعلمها. سادسا التحلي بتزكية النفس، دكتور طارق أول مبارح والبارحة تكلم عن الإخلاص في النية في العمل، حتى ولو كان مشروع تجاري لازم أن نخلص لله سبحانه وتعالى. طيب، ما هي أثر التزكية بالأرقام على أداء الشركة وعلى أداء تقدم الشركة؟ دراسة أجرتها 2006 هذين العالمين، القادة الذين يتحلون بالأخلاق ويهتمون بتزكية النفس يزيدون الالتزام الأخلاقي، الالتزام الأخلاقي بين الموظفين بنسبة 35-40%. دائما عندنا مشكلة في الولاء الوظيفي، صحيح؟ في الشركات أحد المشاكل اللي يوجد هو الولاء الوظيفي. أحد الأسباب الولاء الوظيفي في المشاريع القائد، كلما زاد القائد صفاته الأخلاقية وكان قدوة جيدة كلما زاد الولاء للموظفين. طيب، سابعا الله يخليك، مهما وصلنا إلى أي مرحلة من مراحل القيادة علينا، ماذا تسميه سميه، منتر تسميه، سوبرفايزر تسميه، مرشد تسميه، على كيفك، معلم، أستاذ، شيخ، ما أدري، نحتاج واحد أقل شيء في بداية المشاريع كل ثلاثة أشهر برأيي. لماذا؟ لأنه متغيرات كثيرة وسريعة وفي مشاكل وفي عراقيل يعني راح يواجهنا. طيب، فهذه كانت المرحلة الأولى، نخلي الأسئلة إلى نهاية المحاضرة إن شاء الله. نتجه إلى مرحلة المراهقة، برأيكم ما هي صفات المرحلة المراهقة؟
عندي ساعة وعندي 15 ساعة بالأصل. عندي ساعة بس الدورة بالأصل هو 15 ساعة. أنا آسف جدا وأحب أعطيكم كومة من الأشياء. كومة هذا عراقي يعني كثير من الأشياء. طيب ما هي الصفات، ما هي الصفات الرئيسية برأيكم في مرحلة المراهقة؟ تفضلي. الاندفاعية لا زالت موجودة، بارك الله فيك. نعم ما فهمت، ما له علاقة بالعمر، قلناها أختي في بداية المحاضرة، قلنا ما له علاقة بالعمر، هذا هذا مسمى ليس له علاقة بال ب 15 سنة و 16 سنة لأنه مراهق. لا لا، بأول المحاضرة انتبهت إلى هذه الملاحظة. نعم اندفاعية. بعد شنو حال التحليل؟ ها تحليل عنده قوي ولا لا؟ يبدأ في التحليل ولكن ما وصل إلى يعني مرحلة قوية. طيب شنو موضوع القرار؟ لا زال فيها يعني مرحلة مراهقة، فيها صفات من المراهقة وليس قصدنا أنه مراهق. طيب نأتي إلى هذا الفيديو. طبعا قبل ما تشغل الفيديو أسفين على الصوت إذا كان مو واضح، يعني أنا أعطيت البيانات صراحة لتشات جي بي تي وساعدني فحولته إلى فيديو. طيب فضل كاك رازقو، كاك عبد الرحمن، كاك يعني الأخ. كان السيد جورج في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، كان السيد جورج في قمة الإدارة ذات شركة آبل، ورغم نجاحه المذهل كانت هذه فترة مليئة بالصراعات الداخلية التي أدت إلى طرده من الشركة التي أسسها. كان جورج مليئا بالحماس والإبداع، لكنه كان أيضا طموحا جدا ومزاجيا، مما أدى إلى توتر العلاقات داخل الفريق. كان يتحكم بشكل مفرط في جميع جوانب العمل ويرفض تقليد المهام. قراراته العاطفية كانت تتسبب في مشاكل داخل الشركة. في عام 1985 مع تصاعد التوترات مع الإدارة ومجلس الإدارة، تم تقليص دوره، مما أدى إلى مغادرته. رغم هذا الفشل تعلم جورج من أخطائه وأسس شركة نيكس واشترى استوديو بيكسار، ليعود بعدها إلى أبل كرجل أكثر نضجاً وقادر على تحقيق النجاح المستمر. تجربة جوبز في مرحلة المراهقة القيادية تظهر أهمية التوازن بين الإدارة والإدارة والتعلم من الأخطاء وتحقيق النجاح. بارك الله فيكم، شكراً. طيب ماذا فهمنا في هذه المرحلة؟ المثال كان على ستيف جوبز، اللي قرأ حياته ممكن يفهم أكثر. ستيف لما بدأ في إنشاء شركته في الثمانينيات طبعا طردوه، كلكم ممكن سمعتوا هذه الفكرة، حتى نهايته إلى أن توفاه الله ومات. كان أحد صفاته هو كان شديدا على موظفيه، هذا أحد مشاكل ستيف جوبز، كان شديدا على موظفيه، ولكن تعلم من هذه الأخطاء. يعني برغم أنه طردوه وبعدين رجعوه، رجع بإمكاناته وقدراته واوا، ولكن تعلم. أهم شيء إذا تسمعون هذه الفيديوهات أو إذا أهم شيء يتعلم الشخص. كلنا نخطئ في أي مرحلة من مراحل، كنا نخطئ ما فيها مجال، ولكن نتعلم، هذا أهم شيء. طيب نأتي إلى صفات هذه المرحلة. طبعا الفيديو اختصرها لنا. ماذا قال الفيديو يعني اللي اختصروا الفيديو؟ يلا إذا نعم. مزاجي، مزاجية في القرارات، صراع مع الفريق، تسلط، بارك الله فيك، صراع داخلي. طبعا بارك الله فيك. لذا يوجد تحليل ولكن اتخاذ قرارات لا زال فيها مشكلة، لأنه لا زال في هذه المرحلة يرى نفسه أهم من كل الآخرين. حتى ولو كان هناك خبير موجود في الشركة وهو مو خبير في هذا المجال، هو يرى نفسه أخبر منه. طيب توازن بين العقل والعاطفة ليست قوية. صحيح ليست قوية. أيضا يتشكل عنده أهمية المؤسسة، ولكن لا يزال السيطرة وحب السيطرة ويتدخل في كثير من الأمور موجودة فيها. طيب أوكي، أهم التحديات في هذه المرحلة. أولا عنده مشكلة في التخطيط، التخطيط الاستراتيجي، ما يفهم أو ما يستطيع يفهم، أو ممكن يوجد لدى الشركة تخطيط استراتيجي ولكن على الأوراق مثل معظم الدول. صحيح أحد الوزراء عندنا في الإقليم قالوا له وين التخطيط الاستراتيجي مال الشركة؟
ما أدري كان وزير التربية أو شيء في الإقليم، قال له عندنا شو ما عندنا. ومن إجا أحد وزراء الكبار في دول الغربية ها وقال شو ما عندنا عندنا، وطلع من جيبه ورقة مبلولة وقال هذا هو الخطة الاستراتيجية، الخطة في جيب الوزير، والوزير ما فهم شيء. وخلي بالك إذا وزير ما فهم شيء والجماعة يعني أصلا ما شافوها، فهذا هو التخطيط الاستراتيجي، إما ما يؤمن به أو موجود ما يعمل به أو ليس على دراية بهذا الموضوع. ثانيا قرارات، لأنه مزاجية في القرار، فبعض القرارات يكون سيئة وبعض القرارات يكون جيدة وبعض القرارات يكون يعني محايدة وهكذا. طيب أيضا هل يحب النقد؟ ها؟ لا يحب النقد، عادة لا يحب النقد، يحب الذين يقولون بارك الله فيك ما شاء الله أنت فتشي شنو هذا، ما يحب غير هذا عادة. طيب نأتي إلى إذا وعى القائد هذه المرحلة ورأى أغلاطه وأخطاءه وتعلم من أخطائه فيكون نتائج إيجابية. ما هي النتائج الإيجابية؟ يوجد بعض الإنجازات بفضل الحماس والتعلم من الأخطاء والاندفاعية اللي عنده. أنتم لا تشوفون إن ما دام هو في مرحلة المراهقة يعني كل الخطوات غلط، لا لا، ممكن يكون واعي ويتعلم منه، ماكو مشكلة. تحسين الانضباط الذاتي، يبدأ في انضباط الذاتي، احنا بالإنجليزي يسمونه self discipline، ينضبط نفسه أكثر، خطواته أكثر، يكون له عقلية استراتيجية يتشكل لديه أيضا، ويبدأ في تفكير العميق بالمشروع وبالمهمة. أيضا من النتائج الإيجابية بداية القدرة على التفويض، يعني عادة هؤلاء لا يحبون التفويض كثيرا لأنه يخاف إذا يفوض الشخص يروح منه السيطرة ويروح منه السلطة. طيب النتائج السلبية، صعوبة في التعامل مع الآخرين لا زالت موجودة، والمثال كان على ستيف جوبز مثل ما قلنا، يعني يكون عنده مشكلة في التعامل مع المدراء اللي عنده أو الموظفين أو الأتباع اللي عنده. أيضا تقلبات مزاجية وعدم الاستقرار العاطفي، طيب هذا طبيعي جدا في أي مرحلة من مراحل النمو الإنساني أو في أي مرحلة من مراحل النمو النفسي القادة، طبيعي إنسان يعني يصل إلى مرحلة تقلبات مزاجية وليست مرضية، وتقلبات مزاجية يعني مرات ما يعرف شون يقرر، ما يعرف شون يحلل، هذا طبيعي جدا. أهم شيء أن تعرف أنه هذا موجود، هذا الخلل موجود، وكيف تصلحه أو كيف تعالجه. طيب ما أدري هل شفتم مسلسل بسيط؟ من شاف مسلسل بسيط؟ أوه لقد أخطأت ثانية، دامر كان هذا لقد يعني يعيد الخطأ، يعيد الخطأ وتكرار الأخطاء. طبعا تكرار الأخطاء عادة بسبب ماذا؟ قرارات سريعة، وهذا بسبب تحليل غير عميق، تحليل غير عميق. طيب نأتي إلى أهم النصائح في هذه المرحلة، هذا مهم جدا جدا، Social Influential Theory أو ألبرت باندورا ثيوري. ألبرت باندورا ثيوري، نحن قلنا في الأدوار القائد الثمانية إذا تذكرون القدوة صح؟ هذه النظرية يعزز لها هذه الفكرة. النظرية تقول السلوك يؤثر ويتأثر، يؤثر ويتأثر من ماذا؟ من الانفايرومنت اللي هو البيئة، بيئة العمل، الموظفين، الأشخاص التي يأجون إلى المركز أو إلى الشركة، وهذا يؤثر ويتأثر على الأفراد، والأفراد يؤثرون ويتأثرون على من؟ سلوك القائد. يعني إذا كان القائد دائما يذهب إلى الدوام متأخر، إذا كان القائد دائما يعني يكون متعجرف، عصبي، مزاجي، فعادة من تدخل الشركة حتى من أصوات الموظفين وطريقة تعاملهم مع الزبائن وطريقة تعاملهم بينهم تعرف أن القائد كيف. مثال، أنتم ممكن عندكم أطفال، الله يخلي لكم يا إن شاء الله، من تزعلون؟ من تزعلون؟ تكونون مثلا منزعلين، منزعجين، أطفالكم من يبين في وجههم أنهم منزعجين وما يدرون شنو السبب. من تضحكون؟ يضحكون. ليش؟ لأنه هو يراك قائد، كقدوة. الإنسان أحد طرق تعلم الإنسان هو بالموديلين، إحنا نسميه موديلين. ما معنى موديلين؟ يعني القدوة،
الصغير يشوف الكبير كقائد أو كقدوة، والموظف يشوف يرى القائد كقدوة له. لذا أفعالك وسلوكك وتفكيرك ومزاجك كله يتأثر على الشركة وعلى الموظفين أيضا. لذا دير بالك. ألبرت باندورا ممكن ترجعوا له بعدين. طيب، فهم نفسية الإنسان أكثر. ممكن تستخدموا الديسك للأمور الإدارية اللي تتكون من 4 عناصر رئيسية وينقسم إلى 39 فرع رئيسي، أو ترجعوا إلى بيك فايف، هو 5 عناصر رئيسية يتكلم عن أشخاص منفتحين منغلقين أو قلقين أو ما شابه. فهذا راح تتعلمون أكثر كيف تتعاملون مع الأتباع أو مع أنفسكم. حتى أول شيء سووا ديسك لأنفسكم وسووا بيك فايف تيست لأنفسكم، بعدين سووها لموظفيكم. الله يخليكم. طيب، العمل على توظيف الأدوار والعمل الجماعي. وظف الأدوار، أحد النقاط الرئيسية في توظيف الأدوار اللي تعلمناه من دكتور طارق سويدان ومن الأساتذة، يقول أي شغلة يستطيع ما دونك إداريا يسويها خلي هو يسويها. أي عمل دونك إداريا، في واحد دونك إداريا يستطيع أن يعملها خلي هو يعملها. إيميل يستطيع هو يرسلها خلي هو يرسلها، تليفون، مشاركة، في أي شيء ما دام هو يستطيع يعملها خليه هو يعملها. هذا هو يبدأ التفيض، فيزيد الحس بالمسؤولية لدى الموظف ولدى التابع، ويحب أن يشارك معك في قراراتك، ويحب أن يشارك معك في إبداء آرائه. فهذا ضروري جدا، هذا الروح. طيب، تعلم الأنماط القيادية. يوجد 6 أنواع رئيسية للأنماط القيادية، ما نقدر نشرحها الآن، بس له علاقة بجانب النفسي كثيرا. طيب، وأحد الأبحاث الرئيسية يقول يوجد في الأنماط القيادية نمط اسمه Transformal Leadership. Transformal Leadership، ما معنى Transformal؟ Formal يعني اعتيادي، Transformal يعني ما فوق الاعتيادي، يعني القادة الذين يقودون أتباعهم ولكن لا يريدون شيئاً لأنفسهم، بل يريدون لأتباعهم ولمؤسستهم ولمهامهم. يعني يقودون الناس، لا يقودون الناس لكي يخدمهم، يقودون الناس لكي يخدموا الشركة والمؤسسة. هذا اسمه Transformal. طيب، هؤلاء القادة اللي عندهم هذا النمط يزيد أداء المؤسسي وأداء القيادة بنسبة 20-30%. طبعا يوجد أبحاث كثيرة النسب تتراوح بين 15-30%، وهذا أحد الأبحاث إذا تحبون ترجعوا له في American Psychological Association، أحد المجلات العالمية المرموقة. طيب، تدرب على مهارات الصحة النفسية والذكاء العاطفي. للصحة النفسية 4 أركان، الله يخليكم احفظوها وخلي يكون فيكم ودائما يعني واظبوا هذه الأركان 4. أولا، إذا كان الإنسان عنده هذه الأركان واستطاع أن يتوازن بينهم فهو في صحة نفسية جيدة، لا يخاف من نفسه. طيب، الركن الأول، القدرة على الصمود على مشاكل الحياة. القدرة على الصمود على مشاكل الحياة أو ملذات الحياة، ملذات الحياة وليس فقط المشاكل الحياة، لأن هناك أناس عندهم من الملذات خلاه ما يكون له أي ريزيلينس، أي مقاومة في الحياة. نعم، تحتاج العفو. طيب، أولا ريزيلينس، الصمود، قدرة على الصمود. طيب، كلما زاد عندنا قدرة على الصمود، وأحد النماذج الرئيسية والعملية الذي نتعلم منه يوميا هم غزة، غزة الأحرار. يوميا تحت القصف والنيران والجوع وقلة الماء والكهرباء ولا زالوا صامدين، عزة نفس، الله يخليهم إن شاء الله. لذا لازم نتعلم منهم. أنا استغرب مرات في العيادة واحد يجيني يقول ما عندي ريزيلينس، يعني بلغته ما عندي هذا، يعني أشوف كل حياته ما شاء الله ماشية زين، من كثرة النعم اللي عنده ما تعلم أن يوجد في الحياة مشاكل، وهذا مشاكل لتقوية العضلات وليس لكي يقعك على الأرض. طيب، الركن الثاني هو الرفاهية النفسية. الله يخليكم، هو الترجمة الحرفية هكذا. والرفاهية النفسية ليس قصده فيها أن يكون كل مرففا في كل شيء، لا، الرفاهية النفسية باختصار إذا أنت تحب الناس وتحب الخير للناس ولا تغش الناس ولا تكذب مع الناس ولا تخلي
ولا تسوي مشاكل للناس ولا تغبط الناس ولا تغار الناس، فأنت في صحة نفسية جيدة. والعكس غير ذلك. إذا واحد يتغاطى يعني يغيب الناس، يكذب على الناس، حاشاكم، فهذا ليس لديه رفاهية نفسية. رفاهية نفسية يعني من تخلي راسك على المخدة تنام مرتاح البال. أعيد طب تنام مرتاح البال، هذا هو الرفاهية النفسية. الركن الثالث علاقات اجتماعية جيدة. عندي علاقات مع قرائبي من الأب والأم والأخوة والإخوان واللي حواليه أصدقاء وخال وأعمام، يعني علاقات جيدة. ما معناها جيدة؟ يعني ليس فيها مشاكل كثيرة، فيها ليس فيها كل يوم عركة ومشكلة، تغاطى على بعض الأخطاء اللي يسوونها. هذا هو العلاقة الاجتماعية حتى في العمل، يعني مع المدراء مع الموظفين. رابعا الإنتاجية، ينتج في حياته اليومية وينتج في عمله. إذا كان شخص عنده هذه الأربعة، طبعا في تفاصيل لهذه الأربعة، دائما يتوازن بينهم، فهو في صحة جيدة إن شاء الله. طيب أوكي. والأحاديث نبوية كثيرة، من كان آمنا في سربه معافا في بدنه واوا، فهذا أحد الأحاديث يعني في كثيرة في موضوع الصحة النفسية. طيب نذهب شوي سريعا إنه ما باقي وقت. هو الحوار مع خبير، الله يخليكم، منتر، خبير، شيخ، مرشد، أي شيء تسمونه، في كل مرحلة هذا موجود، في كل مرحلة، وضروري جدا جدا ضروري. طيب هنا خلصنا مرحلتين، نذهب إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الشباب. مرحلة الشباب، فبرأيكم ما هي المواصفات في هذه المرحلة؟ النضج أكثر، التحليل بدأ شوي شوي يزيد، القرارات يتحسن، يتشاور مع الناس، وبعد نعم الإنتاجية يزيد، ضبط النفس أكثر، ضبط النفس أكثر. طيب أوكي، فهذا هو الصفات. النضج أكبر في توازن بين القلب والعاطفة، العاطفة والعقل. طيب هذا مهم جدا، أن مزاجك لا يخليك تقرر قرارات خاطئة. في هذه المرحلة يتكون هذا أكثر، تتكون هذا أكثر، وتفكير استراتيجي والقدرة على التعلم من التجارب. هذا مهم جدا أن نتعلم من التجارب السابقة، وتفويض المهام وزيادة الشفافية. طيب أهم تحديات في هذه المرحلة، أهم التحديات في هذه المرحلة برأيكم ما هي؟ يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعسانين. يلا قوموا من أماكنكم يرحمكم الله، خلينا نصلي. تفضل قوموا. قوموا تفضل. يعني تكرما قوموا، تكرما. تكرما منكم. ما نصلي، لا تخافون يعني. أوكي. نلعب شوي على أظافرنا هكذا، للأمام وللوراء. يلا. حتى الدورة الدموية شوي ينشط يعني، بلكي تصحونا معايا. طيب بارك الله فيك. وهكذا يلا بارك الله فيكم. أوكي ما باقي كثير، باقي بس نص، ماكو مشكلة، بس النص باقي. أوكي أهم التحديات في هذه المرحلة، واحد يقول لي. نعم بارك الله فيك، ما شاء الله كأنك كتبت السلايد، بارك الله فيك. بعد قال التخطيط الاستراتيجي بدأ يتحسن. نعم يلا 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 يلا. ها علاقات شنو بيه؟ أوكي أوكي، شنو يحدث للعلاقات؟ وين السلايد؟ تتحسن، ممتاز. أوكي أول شيء الخوف من التفويض، لماذا؟ لا زال عنده هذه العقدة، ممكن يروح منه السلطة والسيطرة. ديروا بالكم، لأن نفس الإنسان هكذا دائما هو يحب السلطة والسيطرة. الفخ السلطة ممكن يتباهى بنجاحاته السابقة ويبقى في السلطة ويقول أنا سويت وأنا سويت. من أنتم؟ مو أليس كذلك؟ ممكن تذكرون هذه الكلمة. هذا ممكن يسوي مشكلة في الابتكار، مشكلة في الابتكار، لأنه يقف
في مرحلة معينة ولا يوجد إبداع، فهذا هو تحديات لازم أن يتخطاها. طيب، النتائج الإيجابية إذا وعى القائد وفهم هذه المرحلة وتعامل معه بجد وباستراتيجية معينة، فيكون إدارة فريق وبناء مؤسسات. والبارحة دكتور طارق تكلم عن ماذا؟ مؤسسات. طيب، التحليل والتفكير المنهجي، يزيد التحليل والتفكير المنهجي في المؤسسة، في إدارة المؤسسة. وكما تفضل الأخ، التخطيط الاستراتيجي بدأ، بارك الله فيك، مادة التخطيط نجحت 75%، يعني يتحسن شوي شوي. طيب، أوكي. النتائج السلبية، ممكن يصل إلى مرحلة الغرور. لماذا؟ نتيجة النجاحات المتكررة، فهذا مشكلة مع القادة. مثل أي شركة من الشركات في الألفينيات وصلوا إلى هذا، شركة مشهورة عالمية، نوكيا، بارك الله فيك، نوكيا، قادة نوكيا وصلوا إلى هذا، ما تواكبوا مع التغيرات ووقفوا هنا وقالوا نحن ناجحين. طيب، فوقفوا في هذه المرحلة، وأبل وجماعة سامسونج يعني تقدموا. طيب، الركود بسبب الراحة، ممكن يقول أنا تعبان، أنا. شوف، أبو بكر رضي الله عنه لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا واجه المرتدين؟ لماذا؟ هل كانوا ناجحين؟ صح، المسلمين كانوا ناجحين وفي مرحلة متقدمة، صحيح، ولكن كأنه رضي الله عنه فهم إذا يقف في هذه المرحلة الإسلام راح يروح من الأمة كاملة. لذا واجه الكفار، وواجه حتى أقسم لو كانوا يعطون رغيفا لرسول الله عليهم أن يعطوني عليه الصلاة والسلام. فهمتوا شلون؟ هذا مهم جدا أن يعي القائد. طيب، الانغماس في السلطة والمكانة، مثال على ذلك ممكن نقول، أخاف أقول كهرباء قطع. المهم، أكو واحد، ومو مشكلة بعدين أقول لكم إياه، أكو أحد الأمراء السلاطين العثمانيين وصلوا إلى هذا، انغمسوا في الترف في آخر الحقبة العثمانية، يعني وصل الترف إلى أن يصل أن يبني جسوء، أن يبني قصورا بملايين من الليرات، والشعب مريض والشعب تعبان، وحتى وصل إلى انهيار. أحد الأسباب للانهيار يعني هو القروض الكبيرة اللي عليه. طيب، أهم النصائح في هذه المرحلة، أولاً تعلم تفكير والتحليل المنطقي، مهم جداً. ثانياً القوة والنفوذ، دكتور طارق ممكن تكلم عن القوة والنفوذ بشكل عام البارحة. ما هي فائدة القوة والنفوذ؟ وهل قوة النفوذ هو دائماً سيطرة أو لا؟ أكو شيء اسمه هالو إيفكت، هالو H-A-L-O H-A-L-O هالو إيفكت. ما معنى هالو إيفكت؟ حتى الملابس الخارجية للشخص، وقوفه، كيفية كلامه، طريقة أسلوبه، مناقشاته، جلوسه مع موظفيه، يعني يؤثر على الموظفين حتى هذه، فما بالك في عمله اليومية. هذا نسميه هالو إيفكت. لذا من قوة والنفوذ حتى الجسم، طريقة الكلام والوقوف والمشي كله يؤثر على الموظفين. في أحد الدراسات يقول نسبة زيادة أداء الموظفين بسبب قوة والنفوذ للقادة زاد بنسبة 18 إلى 24%. 18، ديروا بالكم أداء الموظفين هذا ليس قليلا، 24% يعني ممتاز جدا، ليس قليلا. أوكي، طيب، تعلم علم التغيير، هذا ضروري جدا، وأحد الأدوار القادة مثل ما قلنا من قبل أنه لازم نتعلمها. أيضا معايير العمل المؤسسي، البارحة دكتور طارق أعطاكم كم معيار؟ 12 معيار، حفظتوها؟ من يكررها حتى أعطيه هدية؟ من أنا أفوض أمري، يلا من يكررها أعطيه هدية، أو يلا مادتي، أو أكرر مادتي بعدين. تكرر 12؟ توكل على كتبته، غششت، لا من راسك يعني. يلا، معايير العمل المؤسسي يزيد أداء القيادي بين 15 إلى 30%، هذا نسب كثيرة جدا جدا، ديروا بالكم. أوكي، إدارة المواهب، لماذا إدارة المواهب؟ لأن في هذه المرحلة، مرحلة الشباب، يصل الشركة إلى حالة إما يقف أو ينمو بسرعة، فيوجد مواهب معك
إما تستطيع أن تديرهم بشكل جيد أو يذهبوا عندك يفلتوا. ديروا بالكم، فهذا إدارة المواهب شغلة مهمة. تدرب على الطرق الفعالة في تحريك الناس. ما هي الطرق الفعالة في تحريك الناس؟ يلا قول لنا كيف نحرك الناس، كيف نحرك موظفينا، بأي شيء؟ نضربهم، نوجعهم، نعطيهم المال، ها؟ تحفيز، أو نسميه ترغيب. ترغيب سواء بالتحفيز بالكلام، بالمال، بإعطاء مكانة أخرى، برفع المسمى الوظيفي أو ما شاء، يعني ترغيب. عكس الترغيب ترهيب، نخوفهم، نقتلكم، نسويكم كذا 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 وهكذا. هذه الشيئين. يوجد عوامل أخرى أو أدوات أخرى؟ نعم، يوجد الإقناع، تقنعه بأن يعمل هذه الشغلة. وخاصة لمن تكبر الشركة ويكون عندك مدراء كبار وعقول جبارة معك، ما يمشي معه لا ترغيب ولا ترهيب. أنت ما توظفه هو يروح. 100 شركة بارك الله فيك جددت لي 80 دقيقة، جزاكم الله خير، مكتوب 85 وليس 80، مكتوب 85 والله العظيم. شوف ولد تعال، والله مكتوب الواحد مليانة هكذا مثل 8. تمام إن شاء الله. أوكي، الإقناع والإلقاء. طيب نمشي سريعا. إدارة المخاطر. لماذا؟ لأن الشركة راح يكبر والمخاطر يزيد. لذا مرحلة الأخيرة مرحلة الرشد. يا الله، مرحلة الرشد. ما هي مرحلة الرشد؟ يعني يرشد القائد فيها ويفهم نفسه أكثر وأتباعه أكثر ومهمته أكثر وأدواره القيادية أكثر، ويعمل على تعزيز هذه المهارات وتعزيز الأتباع وتمكينهم لقيادة المشروع من بعده. هذا هو باختصار هذا المشروع. لذا صفات هذه المشروع، هذه المرحلة، توازن بين العقل والعاطفة أكبر مع تحكم ذاتي قوي، ثقة بالنفس وثقة بالآخرين يزيد، رؤية واضحة تجاه الأفراد والفريق والمهمة. أنتوا ديروا بالكم، أنا من الصباح يعني من بداية المحاضرة أقول 3 كلمات دائما أكررها، ما أدري انتبهتوا؟ لا لا لا، الفريق، المهمة، الأفراد. لماذا؟ جون أدير أحد علماء القيادة عنده كتاب اسمه Leadership Skills، المهارات القيادية. هو بسيط كتيب 70-60 ورق، ارجعوا له. تكلم عن 3 محاور. يقول القائد لازم يكون عنده هليكوبتر فيو. هليكوبتر مروحة، فيو يعني يشوف كمروحة، هو فوق ويشوف 3 أشياء دائما دائما. أحدهم المهمة، يعني التخطيط الذي خططناه وأين نتجه، أحدهم المهمة. ثانيا الفريق، هل هم متماسكون يعملون مع بعض؟ ثالثا الأفراد، هل لهم مشاكل؟ الأتباع هل لهم مشاكل؟ هل يحتاجون مني شيء جديد أو ما شابه؟ فديروا بالكم، هذه مهمة جدا. أوكي، أهم التحديات في هذه المرحلة ممكن يصل إلى مرحلة أنه تحفيز يصير عنده قليل لأنه وصل إلى ما وصل وإبداع وابتكار، وممكن يقل التحفيز. لذا بعض المدراء الشركات الكبرى وأصحاب الشركات الكبرى في هذه المرحلة يوجد أحد من أسباب، أحد الأسباب يستقلون ويأتون بمدراء تنفيذيين جدد. أحد الأسباب هو هذا. السبب الثاني هو يروح يشتغل في موضوع مساعدة الناس والآخرين حتى يقلل الضرائب. ديروا بالكم، يعني يفتح جمعيات خيرية، يعني هو نيته، احنا ما علينا، بس يعني هو لسبب الضرائب. ديروا بالكم. بس أحد الأسباب الأخرى هو حتى التحفيز ما يقل. أوكي، التكييف مع التغيير، لأنه يتغير الوضع يومياً، يتغير الحياة يومياً بعد كورونا وقبل كورونا في 180 درجة فرق. طيب، الخوف من الركود، لذا علينا أن نخاف، أن نقف في هذه المرحلة. طيب، إذا وعى القائد ما هي الإيجابيات في هذه؟ طيب سؤال، سادتنا الخلفاء الراشدين هل كان يوجد عندهم تحفيز بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غير وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يوجد تحفيز آخر؟ نعم، لولا علي لهلكنا، هكذا كان يقول عمر،
لولا عمر لهلكنا، هكذا كان يقول أبا بكر، صح؟ هذا بالنسبة لهم تحفيز دائمي، يحفزون الآخرين، هذا يحفز هذا وهذا يحفز هذا. ديروا بالكم إذا معاكم قادة في مشاريعكم فافرحوا لأنه يساعدوكم. نحن في شركة الرواد، صحيح شركة صغيرة 4 أشخاص، ولكن الحمد لله معنا عبد الرحمن وأحمد، يعني صفقوا لهم صراحة، يعني تعبوا معنا كثيرا، وأحمد يوسف اللي بالسليمانية. ترى إدارة هذين الاثنين ليست سهلة، كلهم قادة ما شاء الله، عندهم مشاريعهم خاصة بهم، ليست سهلة. احنا علمنا دكتور طارق سويدان كيف نديرهم، ولا زال أتعثر في إدارتهم صراحة، لأنهم يعني صعبين جدا. الله يخليني إن شاء الله ولا يوفقني. التوازن بين العقل والعاطفة صارت جيدة. تعزيز الأتباع والعمل بروح الفريق، هذا مهم جدا أن نعزز الأتباع ويعملون بروح الفريق. تطوير قادة المستقبلين وتحقيق الأهداف التنظيمية بكفاءة، هنا يبدأ في succession planning اللي البارحة دكتور طارق تكلم عنه، صحيح؟ اللي هو إعداد خط قيادات الثانية ولا يكون أقل من 3. طيب، هو للشركات متوسطة صغيرة والمتوسطة والكبرى عادة. طيب، النتائج السلبية، إمكانية الوقوع في الركود أو عدم الابتكار، هذا دائما موجود لأنه أحد المخاطر وأحد النتائج السلبية ممكن. المبالغة في التفويض بحيث يفوض كل شيء حتى أشياء الرئيسية اللي هو لازم يسويها، هذا مشكلة. لا، يوجد بعض الأشياء لا يستطيع أحد يسويها إلا أنت، مثلا اجتماع مع قادة مشروع آخر، رواد رائد من رواد الآخرين في مشروع آخر يحتاجه أنت، أنت تروح تذهب بنفسك، ليس واحد يعني يخلفك. طيب، فقدان الحافز الشخصي. طيب، أخيرا أهم النصائح في هذه المرحلة، أولا الله يخليك، اجمع من حولك قادة صالحين. كان عبارة لإمام علي رضي الله عنه قال: نحن أبا بكر وعمر كان لهم أنا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وكذا وكذا، أما أنا فعندي أنتم. ديروا بالكم، قادة صالحين يحفزوك، يخلوك تتعب أكثر، يعني تقرأ أكثر، يعني تعمل أكثر، تتعب أكثر، ولكن هذا لصالحك ولصالح المهمة وللشركة. دورة عميقة في علم القيادة وفلسفتها، وبين قوسين القيادة الإسلامية. طيب، نشوف آثار هذه الدورات بالأرقام. يوجد هذا اسمه ميتا أناليسيس، يعني سووا بحث على أبحاث كثيرة، ممكن 100 200 300، جمعوها وأنتجوا بنتائج كالتالي. هذا هو ميتا أناليسيس، يعني مجموعة من الأبحاث. طيب، يقول تحسين الأداء بنسبة 25 إلى 29% بسبب القيادة، يعني تعلموا القيادة. والقيادة الإسلامية أثرها، هذا الكتاب يقول، بنسبة يزيد من الأداء الشركة والقادة بنسبة 18 إلى 30%. لذا الله، يعني البارحة واحد سألني قال: أنتم تدربون القادة، يعني شلون تدربوهم وشنو فائدته؟ تذكرت أحد أقوال دكتور طارق في مرة، قال لنا الله يخليك شيل هذا الرقم على الشاشة، أنا أنتهي، راح لا يأخذ تركيزي، ترى أنا ما أنزل حتى أكمل. طيب، قال واحد سأل: ما هي فائدة المدرب، فائدة واحد دربك على شيء؟ قال: اللاعبين الممتازين عالميا سواء في كرة السلة، طائرة أو طاولة، هل لهم مدرب أم لا؟ سؤال لكم، هل لهم مدرب أم لا؟ لماذا لهم مدرب؟ هو وصل إلى الأولى في العالم، يحتاج إلى بعض التكتيكات وبعض الأشياء لازم واحد يعلمه. لذا التعليم والتدريب في مجال القيادة ضروري جدا جدا. طيب، ركز أكثر على الحديث عن القيم المنظمة. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله. ركز أكثر على القيم المنظمة حتى الأتباع يتعلموا من وراك، حتى تمكنهم أن يعملوا وراك ويعملوا على خطواك. طيب، مكن الآخرين أكثر، أجلس مع خبير أو حكيم في كل مرحلة، هذا موجود. تحلي بالتزكية، وملخص محاضرتي هو دائما في كل مرحلة يوجد حماس
للقائد ودافع، والقدرة على التحليل مهم جدا، الخبرة مهمة جدا، الانضباط الذاتي والأدوار القيادية. هل نأخذ أسئلة؟